الشيخ دورة الشهيد تاور ميلا تحت أمر متصرف القيادة. ركب سلاح حق قدم سلاح حق تحية شهداء. بداية نبارك لكم تخريج دورتكم هذه دورة الشهيد كاوا في أكاديمية الشهيد عمار الشيخ لتخريج 110 رفاق ولتكونوا رافدا أساسيا من روافد قوات سوريا الديمقراطية وذلك للكفاح والنضال في بناء مجتمع ديمقراطي مجتمع يكفل العدالة والمساواة. على أساس التدريب، على أساس التدريب الذي تلقيته، في أكاديمية شهيد عمار الشيخ، لننفذ كل ما تعلمته، وألتزم بنهج المجتمع الديمقراطي، وحرية المرأة، وواجب الدفاع المشروع، أمام ذكرى شهداء الثورة، وقدسية تراب الوطن. وقوة الشعوب وبكل مقاييس الشرف العسكري أقسم 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 أقسم